فرحة مستحقة لجماهير الوداد بهذا الهدف. هدف اللي كيجي بعد انطلاق ديال الجولة الثانية. ذلك بعد التوقف ديال المباراة. التمريرة كانت جميلة داخل المعترك. وهدف أول لفائدة فريق الوداد. مرة أخرى غنتابعو عبد الطيب نصير كيلعب الكرة داخل المعترك. وعبد السنغالي فال هو اللي تمكن من التسجيل. السنغالي فال عبدو هو اللي تمكن من وضع الكرة في الشباك. طريقة جميلة خصوصا بأنه القامة الطويلة ديال فال عبدو يعني والارتقاء ديالو وضع الكرة بشكل جيد وبالتالي التغيير وقراءة ديال جون توشا كانت قراءة ناجحة للمباراة وبالتالي هدف أول لفائدة